أنب صاحب السمو الملكية الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم لحضور حفل تخريج الفوج 23 من خريجي جامعة البحرين وحملة الدكتوراه والماجستير، وذلك بمقر الجامعة بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وأعضاء الهيئتين الإدارية والأكاديمية بالجامعة. وبهذه المناسبة نقل سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة تهاني وتبريكات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى أبنائه الخريجين على ما بذلوه من جهد ومثابرة في طلب العلم ونيل أعلى الدرجات العلمية لخدمة وطنهم وإعلاء مكانته، وتمنيات سموه لهم بمزيد من النجاح في مسيرتهم العملية والمهنية. وأكد سموه حرص الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على تطوير التعليم بمختلف مراحله وتهيئة البيئة التعليمية ومواكبتها لأحدث النظم والأساليب التي تكفل بيئة مثالية للتعليم القائم على تنمية الإبداع والابتكار وغرس القيم والمبادئ التي تحض على العطاء والإنتاج من أجل تنشئة أجيال قادرة على رفد مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة في كافة القطاعات. وقال سموه إن التعليم يشكل حجر الزاوية لكل جهد بذلته حكومة البحرين في صياغة وتحقيق أهدافها التنموية الطموحة، إيمانا بأن الاستثمار في رأي المال البشري وتنمية الإنسان البحريني وصقله بالعلم والمعرفة هي المرتكز للانطلاق بقوة نحو البناء والتنمية وتحقيق التقدم والازدهار للوطن وشعبه. وأثنى سموه على دور جامعة البحرين الرائد في بناء القدرات وتنمية البحث العلمي واحتضان الكفاءات، مشيدا سموه بجهود رئيس جامعة البحرين الدكتور رياض يوسف حمزة وكافة منتسبي الجامعة من الكوادر الأكاديمية والإدارية في الارتقاء بالجامعة وتطوير برامجها الأكاديمية ومواكبتها لمتطلبات سوق العمل بالشكل الذي يسهم في نهضة ورفعة المجتمع. وأكد سموه أن جامعة البحرين شكلت منذ إنشائها رافدا عصريا لأجيال متعاقبة من الكوادر والكفاءات الوطنية المتميزة التي أسهمت بدور بناء في تحقيق إنجازات ملموسة في مختلف قطاعات العمل الوطني في المملكة. وعرب سموه عن خالص التهاني وتبريكات للخريجين وأسرهم بهذه المناسبة، متمنيا سموه لهم مزيدا من التوفيق والنجاح في مسيرتهم العلمية. من جهته تقدم سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء جامعة البحرين في كلمته بالحفل بخالص الشكر وعظيم التقدير إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر على رعايته الكريمة للحفل، مشيدا بما تحققه مملكة البحرين من إنجازات تعليمية متميزة في ظل ما تحظى به من دعم ومساندة من لدن القيادة الحكيمة. وأكد سعادة الوزير أن البحرين تنظر إلى المستقبل بعين التفاؤل والأمل وترى في أبنائها ثروة حقيقية لا بد من الاستثمار فيها، منوها إلى أن جامعة البحرين استطاعت تحقيق العديد من الإنجازات المشرفة. من جانبه تقدم الدكتور رياض يوسف حمزة رئيس جامعة البحرين بخالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، مؤكدا أن الجامعة تحرص على خلق بيئة أكاديمية تعليمية مثالية لإبراز طاقات الطلبة في التفكير الإبداعي واكتساب المهارات التي يحتاجون إليها. Thank you.
لحظة لطالما انتظروا مجيئها بفارغ الصبر لتعلن إكمال ما بدأوه من مشوار دراسي جدوا فيه واجتهدوا ليثبت وبالوجه التعليمي الانتهاء من مقررات دراسية أدرجت ضمن خطة جامعية كانت بمثابة دليل إرشادي لهم مكنهم من اكتساب المعرفة التي أتاحت لهم الإبحار في محيط تخصصات أدبية وعلمية ساهمت في صقل شخصياتهم بالشكل الذي يمكنهم مستقبلا من مجاراة متطلبات سوق العمل كافة. ما سبق ذكره جاء تأكيده على لسان سعادة وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد بن علي النعيمي الذي استشهد بقول لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حول أهمية التعليم ودوره في رقي المجتمعات وتطورها، الذي أشاد في الوقت ذاته على ما تمتلكه البحرين من عقول وطاقات مبدعة آمنت بقيمة التعليم وأثره في البناء والرقي وتشكيل ثروة بشرية يعتمد عليها الوطن في شتى مواقع العمل والإنتاج. لا شك أن الجامعة البحرين بفضل الدعم الذي تجده من سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهد البلاد المفدى الرئيس الأعلى للجامعة حفظه الله ورعاه، وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، وكذلك سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، قد قطعت شوطا كبيرا. اليوم جامعة البحرين ولله الحمد تميزت ببرامجها الأكاديمية المتميزة التي حصلت على الاعتماد الدولي من مؤسسات دولية عريقة. الجامعة لن تدخر جهدا في تقديم أفضل خدماتها لأبنائها الطلبة. اليوم ولله الحمد احنا نحظى في احتفال كبير، احتفال يترقبه أبنائنا الخريجين وأولياء الأمور، ويحظى برعاية كريمة من سيدي صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه. واليوم تشرفنا بوجود أيضا سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء نائب راعي الحفل. نحن حقيقة كأكاديميين وإداريين في الجامعة ممتنين لطلابنا وطالباتنا وأساتذتنا، وحتما نقول لهم موفقين إن شاء الله. فوج يحمل رقم 23 يضاف إلى القافلة الطويلة لخريجي جامعة البحرين. هذا الصرح التعليمي المعتمد الذي استظل وما زال يستظل به كل مدرك لأهمية التعليم راغب في رسم هويته المعرفية بأسلوب يعكس مقدار حجم الثقافة الأكاديمية الرفيعة التي نالها من على مقاعد الدراسة. حقيقة اليوم هذا عرس الطلبة كلهم اللي جد واجتهد وصل، والحمد لله في الخطوة القادمة إن شاء الله يعني نعتزم يعني نكمل الدكتوراه إن شاء الله في الإعلام. الالتزام بالدراسة ومواصلة التعليم لين الدكتوراه في القانون العام إن شاء الله، يقع العام أن أواصل جهدي أساس أوصل للدرجة اللي أبيها إن شاء الله. إن شاء الله نطلع إلى الدكتوراه إن شاء الله وتطور في سوق العمل إن شاء الله وتقدم أكثر إن شاء الله. إن شاء الله عندي طموح قوية إن شاء الله للدكتوراه بإذن الله، والله يوفقنا إن شاء الله ويا الجميع. جامعة البحرين قدمت لي الكثير والكثير في من خلال المعرفة والاطلاع والتواصل مع المجتمع. أتمنى إن شاء الله إكمال الدراسات العليا، وأنا الآن الحمد لله منضم إلى جامعة الخليج العربي في دراسة دكتوراه في إدارة الابتكار، وإن شاء الله يعني نكون إن شاء الله جنود لهذا الوطن العزيز. جامعة البحرين صراحة غنية عن التعريف هذه بداية، ولا ننسى فضلها بعد الله علينا في احتوائنا وتقديمنا لمراحل دراسية عليا. لكل بداية عنوان نهاية ما، ولكن الأمر قد يكون مختلفا هنا، إذ من المفترض أن تكون النهاية بداية لسلك طريق آخر ذي وجهتين، إما المواصلة في نيل رؤوس الهرم من الشهادات العليا أو البدء في إشغال وظيفة تبنى عليها كل الطموحات. حصاد مثمر يعكس قوة الجذور التي رويت بماء الإرادة والثبات على مبدأ تدعيم النفس بما يحييها من معارف وعلوم تزيد من رفعة شأنها ليشار إليها بعظيم البنان وصلاح البنيان
الذي قامت عليه. لتلفزيون البحرين محمد الرشادات.